وينضم إلينا من بروكسل عضو البرلمان الأوروبي السابق باولو كاسكا. أستاذ باولو، مرحبا بك معنا. إذن في ضوء دعوة الدول الأربعة بما فيها إسبانيا رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، هل تجد أي صدى؟ وحتى في حال ما كان هناك استجابة، هل سيغير شيئا في أمر الواقع في ظل الفيتو الأمريكي، في ظل الدعم العسكري والسياسي اللامحدود الأمريكي لإسرائيل؟ أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير وشكرا على الاستضافة. أنا الآن الأوان أن نحرر أنفسنا وأن نحرر الشعب الفلسطيني من هذه الغش ومن هذا النظام وهذه السطوة التي تفرضها عليه حماس. أنا الأوان أن نحرر ونطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ غزة وفلسطين. يجب أن يتم تقديم الجناه إلى العدالة، ثم نفكر في إعادة إعمار غزة مرة أخرى، وأن نفكر في مستقبلها بطريقة يمكن أن يعيش فيها الشعب بحرية وبعدالة وباستقلال وبتناغم وسلام مع جيرانهم. هذا هو التحدي الذي علينا أن نواجهه، وعلينا أن نجد حلا فوريا لحماية المدنيين وأن نمنع حماس من استخدامهم كدروع بشرية. لقد ذكرت مستر، لو سمحت لي فقط، عندما أشرت حتى يعني نفهم القصد بشكل تام ونسمي الأسماء بمسمياتها، عندما أشرت أنه أنا الأوان لنمر للجانب الآخر بشكل أو بآخر أو نمسح هذا التاريخ ونتجاوزه، عندما تقول محاسبة الجناة، من؟ الجناة هنا والمجرمون هنا للأول مرة هم من قاموا بذبح المدنيين، هم من ينشرون أنهم أشبه بالشياطين، وكيف يقومون باغتصاب النساء وتعذيب والتمثيل بجثث الموتى والجرحى. هذا أمر لا يمكن لأي شخص أن يتحمله. إن الجناة أنفسهم هم من يرفعون هذه الصور وهذه المقاطع على الإنترنت، وهذا أمر مشين للغاية، ولا يوجد سياق يسمح ويبرر ذلك. هؤلاء الأشخاص يجب أن يخضعوا للمحاكمة، يجب أن يتم تقديمهم إلى العدالة وأن يتم محاكمتهم عن الجرائم ضد الإنسانية. وعندما نتحدث عن المستقبل، لا يجب أن يكون فيه مكان لهؤلاء الأشخاص والجناة. نعم، لقد شاهدنا الأمم المتحدة تسيء استخدام هذه البعض، وينظر أنهم الجناة والإرهابيون يستخدمون المباني والمستشفيات والمساجد لأغراضهم العسكرية. علينا أن نبدأ بداية جديدة في غزة، حيث يمكن للشعب وأن يمكنهم أن يتولوا أمورهم بأنفسهم وأن ينعموا بالتطور والحرية، وهذا هو التحدي الكبير الذي نواجهه. مستر أستاذ باولو، لو سمحت فقط، عندما تقول هكذا، من يضمن محاسبة إسرائيل أيضا على انتهاكاتها بحقوق المدنيين فيما يتعلق بالصور اللي تنتهك القوانين الدولية لعدد من المدنيين لا تزال تنشرهم إسرائيل حتى يومنا هذا لمدنيين عراة؟ لا يوجد أي انتهاك للحقوق والقوانين الدولية من قبل إسرائيل، هذه أكاذيب تروجها حماس. لا يوجد أي انتهاك من قبل إسرائيل لأي من القوانين الدولية ولا قواعد الحرب ولا قواعد الاشتباك. إن من ينتهكون القوانين الدولية هم من يستخدمون الضحايا ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية، هذا هو الانتهاك للقوانين البشرية. أما من قبل إسرائيل فلا يوجد انتهاك للحقوق الدولية. لدينا مواقف متشددة حتى من الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بعدد من هذه الانتهاكات، وحتى الأدلة باستخدام المشافي والمساجد والمعابد وما إلى ذلك، لم تقدم إسرائيل أي دليل واضح على استخدامها العسكري من قبل حماس. بصرف النظر عن هذا، لدينا مواقف مشتتة منقسمة داخل الاتحاد الأوروبي، هناك من يتبنى هذه الرواية وهناك من يتبنى الضغط على إسرائيل. هل تتوحد أوروبا؟
هناك كثير من الأدلة إن سمحت لي، وهذا كثير من الأدلة الموثقة والكثير من الأدلة أنهم يستخدمون المساجد والمشافي والمباني المدنية كدروع لعملياتهم العسكرية، ويقومون بتخبئة هذه وإخفاء الأسلحة والصواريخ في هذه المباني. هناك كثير من الأدلة بالطبع، وهذا أمر لا يمكن أن نحتمله، وهذا فشل كبير للأمم المتحدة. يجب للأمم المتحدة أن تعيد بإصلاح نفسها، لأنهم قد فشلوا في إدانة حماس، وإثبات هذه الأدلة أمر دامغ وموجود. إن علينا أن ندرك ذلك. نعم أستاذ باولو، إذن شكرا جزيلا لك من بروكسل، عضو البرلمان الأوروبي السابق باولو كاسكا. Thank you very much for the invitation.